عليكم حبيباتي الغاليات، كي دايرين؟ مع الصحه، لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيت نشارك مع الاخوات اللي طلبوا منا، جيت نشارك معكم مزيل العرق الطبيعي خالي من مواد مسرطنه ومن مواد حافظه ومن خالي من مواد مضره للصحه. ندوزوا للطريقه ديال التحضير. ديودورون او مزيل العرق الطبيعي المبيض اللي كيفتح اللون ديال الابطين وخالي من مواد مسرطنه. راكم عارفين لي ديودورون يعني في الاواخر ولاو تيخرجوا لنا داك لي ديودورون اللي عاملين بالالومنيوم بالسيليكون، وراكم عارفين بحكم ان عندنا المسامات في الابطين ديالنا مفتوحين بزاف، راه دوك المواد المسرطنه تطلع لينا ديريكتومون الجلد ديالنا. دونك ندوزو للطريقه ديال تحضير ديودورون ستيك ديالنا. يلا حبيبات ديالي، هاد ديودورون طبيعي اللي فيه مواد طبيعيه جيت نوريكم كيفاش تحضروه في المنزل، يعني ما فيش مواد اللي غاديين لا غاديين تخوفوا منها الاخوات والسيدات. فهو ديودورون غادي يحبس لينا دوك البكتيريا اللي كتعطي رائحه خايبه وكتزعجنا. وهاد ديودورون طبيعي البنات بجوده عاليه، البنات والسيدات بجودة عاليه، وقدروا يستعملوا حتى الوليدات الصغار بحال اللي قلت لكم. ابتداء انا البنات كنأكد عليها السيدات من 10 سنين ما فوق، احسن ما نديرو ليهم ديك ديودورو البنات، احسن ما نديرو ليهم ديودورو اللي فيها مواد خطيره على الصحه ديالنا. راكم عارفين البنات ربي خلقنا بمسامات مفتوحين وخصنا نعرقو من الرائحه، خصها ما تكونش ديك الرائحه المزعجه. دابا غادي نحضروا ديودورون ستيك، وغادي ندوزو للطريقه ديال التحضير، لان المكونات البنات راه موجودين في كل بيت، مكونات طبيعيه وموجوده في كل بيت. غادي نحتاجو بيكربونات الصودا، ها هي راه موجوده في لافارماسي، موجوده في الصيدليه بيكربونات الصودا. غادي نحتاجو زيت الاساس، انا اختاريت زيت الاساس ديال النعناع خالي من مواد حافظه ومواد كيماويه، طبيعي بيو. وعندي هنايا الشبه، الاخوات كاملين كيعرفوا الشبه، دابا راه ولات موضه كيستعملوها في المنتوجات ديال لي ديودورو. ها هي الشبه، بنات اللي ما كيعرفوهاش هي الشبه حجره، وهي عندي هنا مطحونه. وغادي نحتاجو جيل ديال لويفيغا، ها هو جيل ديال لويفيغا عندي انا طبيعي، مع عندي لويفيغا عندي زرعها. نتوما الا ما عندكمش جيل لويفيغا طبيعي شريو الجيل ديال لويفيغا، راه موجود في المحلات. حبيبات ديالي الشبه غادي نهضروا عليها، الشبه البنات راه كلشي كيعرف الشبه. نحتاجو زيت الاساس، انا اختاريت هذا الزيت ديال النعناع. نتوما الا عندكم هنايا سميتها، هنايا في اسبانيا سميتها بيدرا ديالومبري، راه موجوده في لايربوريستيريا. البنات اللي ما كيعرفوش سميتها، راه سميتها بيدرا ديالومبري بالاسبانيه. دي وحبيبات ديالي راكم عارفين الشبه ولات موضه، ولاو تيستعملوها بزاف، ولاو تيستعملوها بزاف في المنتوجات وفي لي ديودورون، وراكم عارفين لانها عوضت الماده ديال اللوسان دالومنيوم، عوضت ديك الماده الخطيره المسرطنه اللي سميتها لوسان دالومنيوم. المهم حبيبات ديالي ندوزو للطريقه ديال التحضير. عندي هنايا معلقه كبيره ديال جيل الويفيغا، ها هي معلقه كبيره ديال جيل الويفيغا. غادي ناخذوه، انا راني مخلطه هنايا معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا ومعلقه صغيره ديال الشبه مدقوقه بحال هكذا. البنات دقوهم مزيان يعني حتى تحصلوا على بودر، دقوا الشبه مزيان. غادي نزيدوا عليها زيت الاساس ديال النعناع، نتوما لكم الاختيار في الريحه اللي كتعجبكم، انا خديت زيت الاساس ديال النعناع. نتوما خذوا يعني زيت الاساس ديال الخدامه او ديال الفاني او ديال الورد. المهم حبيبات ديالي غادي نخلط المكونات ديالنا مزيان مزيان بحال هكذا.
المهم حبيبات ديالي غادي نتاخدو واحد هادي ديال ديودورون خاويه غسلتها، ها هي نظفتها مزيان، هانتوما مغسوله يعني ما فيها والو. وغادي ندير فيها ديودورون ديالنا الطبيعي على هكذا، نتمنى تكون باينه لكم الكاميرا. حبيبات ديالي من بعد ما درت ديودورون ديالنا الطبيعي غادي نسدو القريعه بحال هكذا، صافي حبيبات ديالي من بعد ما درت ديودورون ديالنا دابا غادي نوريكم طريقه الاستعمال، خليكم معايا. قبل الطريقه ديال استعمال ديودورون ديالنا او مزيل للعرق، حبيبات ديالي راكم عارفين النظافه يعني ما يمكنناش نديرو هذا من فوق العرق، راه ضروري حبيبات ديالي تكونوا غاسلين يعني مستحمين محيدين داك الشعر اللي كيكون تحت الابطين، الشعر راكم عارفين انت هو تعطي رائحه خايبه، وتكونوا يعني محيدينه باش ما بغيتو يا بالغازوار يا بلاسيغ يا بالحلاوه يا باي حاجه، مهم تكونوا منقيين تحت الابطين ديالكم. عاد ديروا الديودورون الطبيعي المبيض اللي ترتاح البشره وتيحد حتى من العرق اللي فيه الرائحه الكريهه، ما تيخليكمش تعرقوا بزاف، وحتى الملابس اللي لونها فاتح يعني اللون ديال الملابس ديالنا ابيض او غوز بارد او هذا يعني طبايع باش كديروا هاد الديودورون ما تيخليش لكم طبايع في الحوايج ديالكم في الملابس ديالكم. دونك حبيبات ديالي هذه هي طريقه الاستعمال، ها نتوما حبيبات ديالي بحال هكذا راكم لاحظتوا درتو معاكم تيخرج بسهوله، ها نتوما هانتوما في واحد الريحة البنات رائعة جدا، الريحة ديال النعناع ديال الجيل الويفيرا، في ريحة غزالة بزاف. شكرا لكم على المتابعة، تنتمنى تجربوا ديودورون خالي من مواد مسرطنة وخالي من مواد اللي مضرة للصحة، تجربوا ديودورون طبيعي اللي خالي من مواد مسرطنة ومن مواد اللي مضرة للصحة ديالنا البنات. دونك حبيبات ديالي هذا راه مزيل للعرق وميم طون كيفتح اللون ديال الابطين وتيخلي الابطين ديالنا زويونين واللون ديالهم ابيض بحكم انه فيه بيكربونات الصودا، وبيكربونات الصودا هي مبيضه للبشره. المهم حبيبات ديالي تنقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه وبوسه كبيره لكم.